بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام ويتجدد اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وحلقة جديدة وحديث الإمام الطيب فضيلة الإمام نستكمل الرحلة المباركة مع فضيلتكم ونتحدث في حلقة اليوم حول اسمه تعالى الرزاق ما هو مأخذ هذا الاسم ومعناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه عليه وبعد نعم هذا الاسم آه اسم الرزاق هو آه من أسماء الله الحسنى طبعا التي وردت في القرآن الكريم ووردت في السنة وأجمع عليها المسلمون ودائما ما يقترن بالرزاق الفتاح لا. أو أحيانا يقترن سلاسة الرزاق الفتاح العليم هذا الاسم هو يعني معناه الرزاق هو الذي آه يمد المخلوقات آه بأرزاقها آه وبما يحفظ عليها حياتها نعم. ويبقيها عليها يبقي يجعل الحياه سهله ميسوره بالنسبه للكائنات الحيه بشكل عام انسان نعم. او غير انسان وطبعا هو ذكر في القران الكريم وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم وايضا وما من دابه في الارض إلا على الله رزقها نعم. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين معنى دابة يعني ليس المقصود بها الدابة الحيوان نعم. ما من دابة وده المفروض يعني يعرف في اللغة العربية دابة في اللغة العربية هو كل ما يدب على وجه الأرض نعم. من يعني يتحرك ويمشي سواء كان هذا متحرك إنسانا أو غير آه إنسان ينسي. كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان حيوان حشرات آه، ويتحرك على ظهرها آه، لا ترزق نفسها نعم. وإنما ولا تحمل رزقها على ظهرها وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقها نعم. يعني وكأي من دابة يعني لا توجد دابة لا تحمل رزقها ومع ذلك الله يرزقها, يرزقها سبحانه, سبحانه وتعالى هذا كلام صحيح نعم. ويقول لي قل لي يعني اين هاين الارزاق التي تحملها الحشرات على ظهورها؟ او الطيور او التي الطيور او الحيوانات يعني الانسان لما يتامل في القطط وهي تاكل وحتى وجهها الى الارض يعني نعم. يعني لا تستطيع ان ترى الا على الارض ومع ذلك يطعمها الله ويسقيها طبعا ويحفظ عليها حياتها والسرعة. نعم شيء عجيب جدا لو بس احنا يعني وذلك ان في ذلك لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لقوم نعم. يتبصرون وهكذا فمعنى الايه الكريمه ان كل ما يدب على وجه الارض لا يحمل رزقه ومع ذلك فان الله سبحانه يأتيه وتعالى برزقه. ويقال في سبب نزول هذه الايه يعني ان الله يذكر بان يذكر الناس بانكم لا تخشون يعني من الرزق فانظروا الى الكائنات حولكم وهي لا تحمل رزقا لا فوق ظهرها ولا بين جناحيها ولا بين أرجلها ولا بين أذرعها ومع ذلك الله يرزقها وإياكم يرزقكم مثلها لأن إحنا برضو لو تخلت عنا الإرادة الإلهية لا نعرف يعني نرزق أنفسنا ولا نوفر فقيل أن هذه الآية نزلت لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المستضعفين في 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 مكه يعني طلب منهم ان يهاجروا الى الى المدينه فطبعا هم استغربوا يعني دول اغراب فقالوا يعني يعني كيف نخرج الى الى المدينه وليس لنا فيها لا دار ولا ولا مال ولا, مال ولا عقار من يطعمنا ويسقينا قالوا له يعني من حي فطبعا نزلت هذه الايه اه انتم فعلا بتقولوا لكم دار ولا عقار ولا عندكم مال فمن من يرزقكم يعني فقال لهم انظروا إلى ما حولكم ستجدونه لا يحمل رزقه لا وأيضا ليس له مال وليس ومع ذلك يأتيه الله يرزقها وإياكم هذا هو الدرس في القرآن الكريم وهو أن الله سبحانه وتعالى رزاق بمعنى أنه يرزق كل كائن رزقا دائما مستمرا بلا بلا انقطاع وبلا انتظار ثواب. سبحان الله وفضيله الامام علينا ايضا في هذا الباب ان نتبرا من الحول والقوه الى الله سبحانه وتعالى طبعا نعم. حتى وان اخذنا بالاسباب وسعينا فمن يخلق لنا الماء الذي يسقي الزرع الذي أيوة. نقتات عليه. ها. يعني هناك متراتبات لابد ان نقر بها لله سبحانه وتعالى في اسباب الرزق. نعم هذا المعنى وهو هو مقصود هنا. وهو يعني إذا كان لا يحمل رزقه فهل ينام وينتظر إلى أن يأتيه رزق الله أو أن هناك أمر آخر لا هناك أمر آخر يعني آه هو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا. هو يعني رغم أن الرزق من الله سبحانه وتعالى وهو متكفل به إلا أنك مأمور بالعمل والسعي في وأخذ الأسباب. كل ما يعني لك في هذا الموضوع هو أن تفعل تباشر الأسباب. فعندنا إحنا مباشرة أسباب الرزق ثم بعد ذلك عندنا حصول الرزق بناء على هذه الأسباب. الأسباب. وهنا الدرس العميق في هذا الموضوع. يعني الانسان يظن انه هو يفعل الاسباب وهو الذي يعني يحصل الرزق وهذا خطا هو يفعل الاسباب فقط يباشر الاسباب ثم بعد ذلك يحصل الرزق هو لا يحصله وانما الرزق يحصل بفاعل اخر ليس هو فاعل الاسباب وانما هو الله سبحانه وتعالى ومن هنا يعني اكد علينا او ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. مثلا في هذا وهو الطير فقال لو تبس يعني هنا ولحتكلم على معنى التوكل لو توكلتم على الله حق التوكل مش لا. لو توكلتم على الله وسكت ناس كتير توكل على الله يعني 10% 20% لا حق التوكل بمعنى انك انت تعتقد انه انك ليس لك من امر تحصيل الرزق شيء. نعم. وانما كل ما لك هو ان تباشر الاسباب يعني امتثالا للامر الالهي. وفقط. وفقط. نعم. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. هذا هو التوكل الحقيقي، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا وتروح بطانا الطير في الصباح تغدو يعني تروح صباحا خماصا جوعا نعم. يعني المخمصة لها الجوع بطونها خالية وفارغة نعم. وبعدين تغدو خماصا وفي آخر النهار تروح بطانا سبحان الله سبحان الله رب العالمين لا هي حاملة رزق فوق ظهرها ولا في جناحيها ولا عارفة حتى حتاكل إيه ولا تملك, و من أمرها شيئاً. ولا تملك من امرها ولا من شيئا هي قامت بالسعي فقط ما أحد يقول لي طيب يعني آه هنا ما عملتش حاجه لا بالعكس هنا الطير ألهمت او اوحي اليها بان تباشر الاسباب نعم ايه الاسباب؟ اول حاجه قامت بدري ولعلك نعم. يعني لو كنت من اهل الريف تسمع شقشقه الطيور في, في في مع اول ضوء بعد نعم. الفجر يعني ويعني موسيقى ضخمه. نعم لو واحد عنده شجره برا البيت ولا بتاع هي يسمع هذا. ثم بعد ذلك تطير. نعم. يعني تتحرك وتطير. وايضا آه كانها رحله طيران. نعم. ثم بعد ذلك تختار مواقعها اللي حتنزل فيها. مره تنزل على شجر، مره تنزل على مشاركة. وهي لا تعلم اين يوجد الرزق. ولا تعلم، لا تعلم اين يوجد الرزق. ثم بعد ذلك انما ألهمت الاسباب. ثم بعد ذلك تهبط على مكان ما في هذا المكان ستجد فيه الرزق موجود. تأكل وتملأ بطونها ثم تعود بعد ذلك إلى إلى أعشاشها أو إلى سبحان الله. أوكارها. طيب هذه الطيور من رزقها؟ هي فقط كما قلنا هي فقط يعني استيقظت أو يعني تحركت. مبكرا طارت نعم. اثبت لها الحركه اثبت لها الطيران اثبت لها التوجه اثبت لها انتقاء المكان نعم ال الذي يعني ست ستاكل منه ثم بعد ذلك وجدت رزقها بعد ان فعلت الاسباب وجدت رزقها و فالله يعني ال ال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك نعم. يعني كانه يرد على المستضعفين المتسائلين نعم. المتسائلين نعم. المستضعفين اين رزقنا وكيف لما قال من نعم. يطعمنا ويسقينا نعم. نعم. من يطعم هؤلاء يعني ايطعمكم الذي اطعم الطير الذي لا يعرف شيئا عن عن رزقه والذي هو اضعف بكثير من البشر طبعا اضعف ده ده لا ولا شيء على الاطلاق يعني نعم. لا فطبعا وجه الشبه ان هذه الطيور لا تملك رزقها نعم. ومع ذلك الله يرزقها ده تصديق للايه وكأي من دابه لا تحمل رزقها لا تملك رزقها نعم. الله يرزقها وإياكم. كما قلنا يعني هي الحركة الانتقال الارتحال من مكان إلى مكان الطيران ده يعني ما نريد أن نركز عليه وهو أن الإنسان فقط في هذا الموضوع مأمور باتخاذ نعم. الأسباب. نعم. يعني اتخاذ الأسباب ده يلزمه بالضرورة أن يعني هل الأسباب هي التي تنشئ الرزق؟ ستنشئ الرزق؟ نعم. وحيرتبط ربط يعني زي ما يقولوا ربط علة بمعلول أو ربط سبب بمسبب ربط نعم. ولا هي دي مجرد يعني مقدمة قد يترتب عليها أو قد لا يترتب عليها نعم. الذي يجب على المسلم أن يعتقده أن هذه الأسباب فعلها امتثالا للشرع نعم. ولكن حزاري أن يعتقد أن هذه الأسباب هي التي يعني تسبب او تنتج له المسبب وهو الرزق. نعم، يعني هو يتوقف فقط عند خطوات السبب. فقط مع مع الاتكال. اما النتيجه فلا علاقه النتيجة لها النتيجه هي تاتي النتيجه نعم هنا هي الاتكال على الله. نعم. الاتكال على الله هو ده التوكل. نعم. توكل ومعنى توكلت على الله انت عملت الاسباب وتوكلت، معنى توكلت على الله قد يحصل وقد لا يحصل. لا يحصل، انما تعتقد ان فعلا هذا السبب سيؤدي بك حتما نعم وضروره ومن غير انفكاك الى المسبب هذا يضرك في عقيدتك، لانك لا. تعتقد ان هناك خالق غير الله ان هناك خالقا غير الله سبحانه وتعالى. انك وخالق. خلقت رزقك. طبعا من الاسباب هي, اللي اللي أنت خلق هي التي خلقت الرزق. هي التي خلقت الرزق، القران مليء بالايات التي تحذر من 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 هذا. وهذا ما دفع يعني دي طبعا قصه يعني عميقه وطويله جدا. ما دفع علماء المسلمين العقليين نعم. المتكلمين الاشاعره على وجه الخصوص ان يفكوا الارتباط بين, السعي والنتيجة. بين ما يقال بين بين ما يسمونه يعني نعم. العله السبب نعم والمعلول وحتى يمثلونه بالنار والاحتراق نعم. يعني النار اذا اتصلت بجسم قابل للاحتراق مثل القطن مثلا نعم فان القطن لابد ان يحترق نعم هم بيحللوا كلمه لابد من فاعل الاحتراق والله لو قلت لي النار هي فاعلة الاحتراق هنا لابد لكن هو كمؤمن أو كمسلم يقول لك احذر أن تعتقد أن النار فاعلة النار دي جماد زي القط بالضبط إنما لها خاصة الإحراق وهذا خاصة الاحتراق طيب ايه العلاقة بينهم ولا حاجة العلاقة مجرد التجاور نعم انما الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث الاحتراق حينما تلتقي النار بهذا القط نعم. طب ممكن يعني يحدث الاحت نعم. ال السبب اللي هو الـ القطن الـ الاحتراق النار نعم ولا يحترق القطن يقول لك ممكن جدا ازاي؟ يقول لك وانا مش مشكله نعم. شوف سيدنا ابراهيم النار يا نار كوني بردا وسلاما النار ولعت فيه نعم. ولم يحترق نعم لو أن النار هي فاعلة بذاتها نعم كان تفعل في كل ما تمسه الاحتراق لكن كنا جد في معجزة نعم من المعجزات أن الله سبحانه وتعالى أوقف قال لها قفي لا تحرقي أوقف العادة أوقف, أوقف خصائصها نعم فإذا الله هو الذي يعمل هذه الخصائص أو يوقفه وهو الذي يوقف هذه الخصائص أنتقل بالمثال ده ومثال مثال سريع طبعا والكلام نعم فيه كثير وكثيرون من الذين لا يفهمون هذا الـ الـ المنح العقدي نعم. في عملية في الربط بين العلة والمعلول أو السبب والمسبب نعم. يعني ما هذا الكلام يقول لك ده هذا الأشاعرة دول ومش الجنو الجن طيب أنت مع لو, 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 لم تؤمن بنظرية الأشاعرة في هذا نعم حتفسر الـ 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 المعجزة إبراهيم إزاي؟ نعم زي يعني حتى معجزات الأنبياء وغيرها من المعجزات لأن كل المعجزات كما قلنا هي وقف لخصائص الأشياء يعني كيف نفسر أن آه. انشقاق البحر لسيدنا موسى؟ انشقاق البحر، ايه يعني عصاية تتعمل كده أو, فتو... او احياء الموتى لسيدنا او احياء الموتى، كله ده نعم. فاذا كل ده وقف لخصائص او لطبائع الاشياء. نعم فهنا المطلوب من الانسان في التوكل على الله في فلسفة التوكل على الله في مسألة الرزق نعم. ان يفعل الاسباب امتثالا ثم يعتقد ان نعم. هذه الاسباب لا دخل لها في لا الرزق. تحدث النتيجه. فهو يحصل الاسباب نعم. فيحصل الرزق. نعم. فرق بين يحصل فيحصل. يحصل هو الـ هو الـ يعني هو السبب في هذا قام زل. بالخطوات والذي قام بهذه الخطوات. عندئذ يحصل الرزق يحصل بفاعل اخر. نعم. وبدليل ان الانسان كثيرا ما يحصل اسباب الرزق ولا يتوفر هذا. نعم. فلو كان فعلا أن تحصيل اسباب الرزق ده بالضروره ينتهي الى الى تح... الى حصول الرزق, الرزق الرزق, الرزق. وبعبارة أخرى فلسفية يعني أن حصول تحصيل السبب يستلزم بالضرورة حصول المسبب لما فق لما افتقر انسان ولا محتاج انسان لربما تجاوز العكس طبعا. يعني ما ما نتحدث عنه يعني ناخذ بالاسباب اوقات كثيره ولا يحدث طبعا الرزق. فعلا. ولا اكثر نعم. مما يحدث. وأكثر ما يحدث نعم. مع انك انت عملت نفس الاسباب اللي عملها نعم. الاخر في كل مره وحصل الرزق نعم. وحصل الرزق. فاذا هذا هو المطلوب وليس معنى كما يقولون ان المسلمين مصابين بداء التواكل الكلام ده الكلام ده غير صحيح وطبعا الجماعه اللي يعني اللي المستشرقين اللي هم هم فريقين يعني فريق عاقل نعم. وفريق يعني يقول لك الإسلام ده الله يا أخي يعني إزاي الدين كما قلنا ألف مرة ضو العالم في, في, في خمس سنوات هتقول ناس متواكلين إزاي متواكلين؟ هل هناك أه. فروق شاسعه بين التوكل والتواكل فضيله؟ طبعا التواكل التواكل عدم مباشره الاسباب. نعم. ده وفي في بعض الناس فعلا الكسالة اللي كسلان ما يروح مش عارف لك يا عمي يا ربنا يرزقني نعم. ومش عارف ايه هذا كسلان. نعم. ده ما وبعدين مش كسلان ما لا ياخذ او لا ينفذ ما امر الله به تعالى من اتخاذ الاسباب. نعم. فاذا الفرق بين التوكل والتواكل التوكل على الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى يقوم على ساقين او قدمين نعم. ساق هو فعل الاسباب امتثالا نعم. والساق الثاني عدم الاعتقاد في ان هذه الاسباب التي فعلتها هي ستحقق التي المسبب بالضروره نعم. او ان المسبب ده هو بيد الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى آه يرتبه او لا يرتبه نعم. هذا امر اخر اما نعم. التوكل التواكل فانك انت لا تاخذ بالاسباب ثم نعم. بعد ذلك تقعد وتقول ان الله سبحانه وتعالى يعني آه سيرزقني, سيرزقني او س... طبعا نعم. هذه مخالفه لنظام او لفلسفه التوكل التي بينها القران الكريم ما في الاول قال فامشوا في مناكبها اول نعم. حاجه اثبت لك المشي، بعدين وكلوا من رزق الحاجه نعم. الثانيه برضه للسيده مريم وهزي اليك بجزع النخله تساقط عليك نعم. رطبا جنيا، الله تهزي ده جزع لكن لابد من اتخاذ السبب اللي امر نعم. به الله سبحانه وتعالى. لما خلق الله الثمره من العدم طبعا يعني خلق لم فهم. يكن هناك ضروره لهز الجزع لو كان التوكل ولا مطلوباً. تستطيع ان تهز جزءا هزا كاملا. نعم. هي بس يعني يعني. تاخذ بالاسباب. تاخذ بالسبب. حتى لو كان هذا السبب في منتهى التفاهه. نعم. وهذا يدل على ان اصلا هز الجزع ده لا يسقط السبب. نعم. ولكن الله هو الذي يسقطه، أصلاً. ولكن لا يسقطه الا بعد ان يكون هناك سبب متخذ. نعم. فهذا السبب سواء كان هز كذا او كان يعني كما قلنا الطير يعني. ما نعم. كان أن يرزق هذه الطير وهي في أعشاشها وأوكارها، ولا يكلفها هذا التعب، ولا تروح ولا, ولا تجي ولا تترك أفراقها، نعم. ولا، إنما فعلًا كلفها بذلك، أوحى إليها طبعًا في زي أوحى ربك إلى النحل إلى نعم. آخره أوحى إليها أن لا بد من الأسباب، لازم تتركي هذا المكان، لازم تتحركي، لازم تغيري، لازم تتبين مواقعك من الشجر لازم تهبطي نعم. على المكان الذي يصلح ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق الرزق حينئذ نعم. بعد الأسباب المسلم عليه أن يحذر أن يعني يعتقد فأنه ما دام اتخذ الأسباب نعم. فيعني في بغض النظر عن التفكير في الله سبحانه وتعالى أنه سوف يحصل له هذا ما دام راح الوصلة أنه حيحصل هذا لا طبعا هذا الكلام قد يضرك في نعم. عقيدتك عليك ان تلتزم بفعل الاسباب كامله كما امر الله سبحانه وتعالى وعليك بعد ذلك ان تعتقد ان الله هو الذي سيرزقك بعد ان اخذت بالاسباب. نعم. شكرا فضيله الامام ونستكمل الموضوع مع فضيلتكم في الحلقه القادمه باذن الله. شكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والى لقاء جديد وحلقه جديده باذن الله.